هجن الأستاذ محمد بن حماد البلوي والمدير التنفيذي المهندس محمود البلوي بتتويج الحاصلين على كأس المفاريد. كأس المفاريد لفئة الإبكار حصل عليه فهيد بن راشد المري مع الحاتمية. الحاصل على شوط القعدان والكاس مانع بن راشد آل منجم مع موفق. ونعيد اصايلنا لراضيها، حنا هلا الركب ومعازيبه، رسومنا تعرف بساميها. الف مبروك لجميع الفائزين في كاس المفاريد فيما تبقى من الاشواط. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، الف المبروك النماس لجميع الفائزين. وفي هذه اللحظه يظهر معي في هذا اللقاء نائب رئيس مجلس اداره الاتحاد السعودي للهجن محمد بن حماد البلوي. يا مرحبا يا ابو صقر. يا هلا وسهلا، يا مرحبا. ابو صقر المبروك نجاح هذه النسخه الاستثنائيه. الحمد لله، احنا في كل نسخه نشوف اقبال اكثر واكثر. النسخه هذه يمكن استثنائيه، نسخة عدد المشاركين بشكل كبير جدا وملفت للنظر. الطائف السنة ذي غير والسبق غير، ونقول مبروك للفائزين، مبروك. إن شاء الله نشوفهم في الختام برضو يتوجون على رموز الرمز الحقائق إن شاء الله بمشيئة الله.